دعوتنا لكل الأحباب والمشاهدين في كل مكان، وأكيد فقراتنا لسه متواصلة. أصبحت الرياضة هي مش يعني مهمة بشكل كبير، وأصبحوا عنصر النساء والرجال يمارسون الرياضة، كرة القدم والسباحة والتجديف وغيرها من الرياضات المختلفة. محمود بتمارس رياضة؟ رياضات كثيرة لكن عايز شوف، أنا عندي شغف. رأيك شنو في كرة القدم؟ بتمارس كرة القدم؟ طبعا ما في شاب أكيد ما بمارس كرة القدم. في ناس بيقول لك بعد يكبروا طبعا اللعاب خطير جدا بالمناسبة. نسجلك في الفئات. تعرف في المباراة الواحدة بيجيب كم جون؟ والله بشارك في اني اجيب اجوال لكن ما قاعد اجيب جوال. الرياضه والله مهمه. نعم. وهي جميله جدا وبتجدد روحك. صحيح. المعنويه والنفسيه. نحن سعيدين جدا انه يكون في معيتنا داخل الاستديو الاستاذ عبد الرحيم حمد، رئيس اتحاد التجديف وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي ورئيس شرق وسط افريقيا، نتكلم عن رياضه التجديف بعمق اكثر وعشان تكون ذات عندنا. نعم. ثقافه رياضه التجديف. سعيدين بك جدا استاذ عبد الرحيم ومنورنا في قناه البلد. حقيقه انا شاكر استاذي حاليا، يعني حقيقه انا شاكر جدا لقناه البلد، يمكن يعني مر السنوات قدام كانوا بتغطي لنا النشاط بتاعنا. نعم. فشاكر جدا لهذه السنه، واحنا احوج ليها، يعني احنا احوج للاعلام حتى انه الناس تنتشر، بالذات انه المنشط بتاع التجديف منشط حديث في السودان ما اخذ له سنوات كثيره يعني. نعم. ولكن في حديثك مع زميلك انا بفتكر انه طوله ده بيفتح في التجديف ويفتح الكوره يعني في التجديف. نسجلها عندي شغف يا استاذ عبد الرحيم. انا عندي شغف لاني انا امارس المنشط ده. والله مرحب بك، احنا يعني الناس الطوال بالذات بنرحب بهم اكثر يعني. بس خلاص انا يعني اعتبرني معكم. طيب استاذ عبد الرحيم، يعني نحن للسر في سر كبير جدا في اقبال الناس الفتره الاخيره عن التجديف، وشايف في ثقافة كبيرة وسط الشباب عن التجديف خصوصا، والناس اللي أقبلوا عليكم واللي تسجلوا معكم في الفترة الأخيرة. كان استضيفنا برضو جزء من الملتحقين لنادي التجديف، يتكلموا عن التجديف بصورة يعني مثقفة جدا، استعدادهم للمشاركات الخارجية واستعدادهم للمشاركات الداخلية، وكان في احتفاليات كبيرة جدا بتنظم عبركم انتم من خلال كرئيس لاتحاد التجديف السوداني. خلينا نتكلم عن التجديف في الفترة الأخيرة وسير إقبال الناس عليه. والتجديف في الفترة الأخيرة وسير إقبال الناس عليه يمكن ده راجع للنشاط بتاع الاتحاد وراجع لشوية الإعلام اللي اتكسب على المنشط. وتقريبا احنا في السودان يمكن عايشين في نعمة احنا ما شعرنا بها. نعم. السودان من أجمل، من ناحية بتاع الطبيعة ومن ناحية بتاع من أجمل الدول في على مستوى العالم يعني. يعني لكن لانه الواحد ما بحس بالنعمه اللي عايش فيها. حسب من النعمه هو النيل. نعم. الفنيل دي ملامح يعني صحيح. يعني لو شفتيه في الطبيعه تكون يعني بصوره ممتازه. هذا الفيديو اللي خاش ده يمكن تقريبا له زي 24 ساعه تقريبا. وكان الكلام ده كان امبارح قبل الظهر بشوي يعني. ودي بمناسبة متبقي 500 يوم لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. يا سلام. وحتكون في فرنسا. امبارح كان في احتفال يعني. كان في حدثنا عن الاحتفال وشكل الاحتفال. الاحتفال كان احتفال كبير جدا، واحتفال هو قائد باللجنة الأولمبية السودانية بالتعاون مع اتحاد التجديف بالتعاون مع السفارة الفرنسية باعتبار انه هي الجهة اللي هتنظم الألعاب الأولمبية 2024 في باريس. والاحتفال كان يعني كل المناشط بتاع التجديف كانت فيه، كل متوقعين انه يكون الحضور السفاره الفرنسيه. نعم. وعلى راسها سفيره هي ومعها الاستاذ بتاعها، لكن تفاجئنا انه عدد كبير جدا من السفراء كانوا موجودين، عدد كبير جدا من الجاليات الاجنبيه الجاليات الاوروبيه تحديدا كانوا موجودين. يعني ده اهتمام كبير على مستوى العالم. ده اهتمام كبير على مستوى العالم واهتمام بالمنشط، خاصة انه المنشط اللي يمكن تكون ثقافة أوروبية أكثر من كرة القدم برضه. طيب. ثقافة أوروبية. طيب أستاذ عبد الرحيم، خلينا نضع المشاهد في الصورة حاليا، يعني اللعبة دي على ما أعتقد أن الكانوي التجديف والكانوي التجديف والكانوي. طيب حاليا في مشاركين مجدفين وراهم بتكون خلفهم تماما في يعني مثلا زي عبارات كده، اشرح لنا المشهد ده. القارب الماشي قدام ده هو قائد الطابور تقريبا، الاثنين اللي هم ماسكين المقاديف الاثنين ده التجديف تقريبا. نعم. وراهم طوال تلقى اللاعب ماسك لهم مقداف واحد، هو ده زي ما تقول الكانوي. احنا في اللغه بتاعتنا بنقول له الشروق يعني. يمكن الناس بتعرفها بالشروق، هي المركب يعني.
ولكن يمكن الموتور بوت الورامد يمكن للتأمين حماية. للتأمين المشارك ذاته والضيوف المعه. المكان توتي؟ المكان هو شارع النيل تقريبا. شارع النيل الأزرق ما بين الكوبري توتي والبوغرج. نعم. ما بين الكوبري توتي والمغرج. و اللافتة طلعت دي هي الشعار بتاع 2024 الألعاب الأولمبية في باريس إن شاء الله. لكن امبارح يمكن كل الضيوف تقريبا خشوا المويه. من الجنسين؟ من الجنسين. هو نساء هو أقول لك حاجة، يمكن في السودان عدد المجدفات في السودان أكثر من المجدفين. يا سلام. السبب شنو؟ حتى السر شنو في كده؟ والله يمكن الأستاذ هي يكون أدرى بالحكمة. لا خاصة أنا دار أسألك يا أستاذ عبد الرحيم، أنا قبل دار أسأله إنه السباحة والتجديف بعض الأسر السودانية هي بترفض إنه تسجل، خاصة الجنس اللطيف البنات، يعني بقول لك لا ممكن تمارس أي رياضة، لكن أصبحنا بن نمارس كرة القدم والتجديف والرياضة عموما. أيوة هي الإحجاب من الأسرة بالنسبة للفتاة بالذات يمكن بيرجع للزي، يعني ما في رب أسرة ولا أخو بيت ولا عمة ولا خالة بيقبل أنه البيت تطلع بزي غير مقبول للعادات والتقاليد السودانية. نعم صح. ولذلك هو بيمنع الحكاية دي يمكن في بعض المناطق، لكن في التجديف الزي بتاع المجدف هو زي محتشم جدا، ولذلك من رب الأسرة يجي ولا أخوه يجي ولا عمه يجي ويشوف البنات في المويه وعائله زي لابسه انه بيقتنع، لانه اي بيت مجدفه جوا المويه زي بتاعها احسن من اي بيت ماشي في الشارع زيها. ولذلك الشيء اللي كان خايف منه الاسره هو انتفى، يعني ولذلك ما في حاجه تمنع. يعني افتكر انه الزي بتاع المجدفه محتشم اكثر من الزي بتاع كثير من الرياضيات المناشط الرياضيه الاخرى. الناس بتفتكر عكس، الناس طوال بتمشي للشواطئ وتمشي الافكار المترسبه علينا من المشاهد والافلام، لكن دي ما موجوده اطلاقا. طيب ممتاز جدا. بالعادات والتقاليد السودانيه نحن ما نظمنا زي سوداني يشبه لا شارع ما السوداني. ما العادات والتقاليد السودانيه حتى على مستوى العالم. يعني انت لو مشيت لقيت يعني اي بنت عايشه في 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 مجتمع ثقافته غيرنا، بتلقى لابسه كاب، يعني خواجه تلقى لابسه كاب ولابسه، يعني ما هذا الزي بتاع التجديف يتناسب يعني. بصوره كبيره جدا يعني هو بيجا متناسب مع العادات والتقاليد السودانيه. نعم. طيب استاذ عبد الرحيم، يعني برضو في حاجات كثيره جدا الاسر السودانيه كانت متتناسب معها احيانا للمظهر العام واحيانا اخرى الى خوف على ابنهم او بنتهم في التعامل مع المويه بصوره كبيره جدا. يعني الان يعني بلا شك انه اتحاد التجديف وضع يعني تأمين كبير جدا، وحاليا انت على ما شاهدناه في الفيديو اتكلمت عن انه في كان مركبتين خلفهم للتأمين ولحمايتهم. خلينا برضو نعرف المشاهد للناس المقبلة للأسرة الحابة تشارك، لكن برضو ممكن يكون في تخوف وتوجس من مسألة التعامل مع الموية. هو شوف هي طبعا هنا واحد فنية، يعني مفتكر انه اول حاجة اذا انت ما بتعرف السباحة اصلا بسجلوك من البداية. ده شرط اساسي نمرة اثنين بيأهلوك تأهيل كامل بحيث انه اقصى حاجه انك تمشي المركب تنقلب، يعني فبأهلوك في انك انت اذا المركب انقلبت انت تستعجل كيف تفضي منها المويه كيف وتطلع فيها وتواصل تحصل الزملاء بتاعك الفاتوره كيف سواء كان بنت ولا ولد. ولذلك دي تجي تلقى بعض الناس قاعدين في الاتحاد بيتفرجوا على الرأي، وبعدين واحد من اللعيبه ولا واحده البيت تنقلب المركب، فبتلقى الاسره القاعده حصلت رهبه كده، لكن بتجي اعضاء الاتحاد بيشربوا شيء دعوا مع الموقف بصوره بسيطه ما عارفين حيعمل شنو كده. ولذلك ما في لعبة تقعد كثير وحكايه تتبسى وبتاع الناس خلاص بتبقى عاديه ما في. ولذلك ما في مجدف ولا مجدفه بيتعرض لخطر بيغارب عشان هو المويه الا اذا كان هو يتاهل تماما في امنه. جميل جدا. استاذ عبد الرحيم، ممكن انت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، المشاركات الخارجيه في رياضه التجديف وخاصه في الاواني الاخيره، انت ذكرت انه في اقبال كبير على رياضه التجديف، الرياضات الخارجيه اللي شاركتوا بها خارج السودان؟ لا مش في اقبال كبير، احنا اصبحنا رقم يعني حقيقه، الواحد ما عاد يكبر كومه، يعني لازم تكبر كومه لازم نعلي ولا شيء يا محمود، احنا رقم احنا يا سلام.
حققنا ميداليات كثيره جدا على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي. يعني كلمنا عن الميداليات. هو الميداليات في البطولات العربيه حققنا عدد كبير من الميداليات يعني المحصوله سواء كان ذهبيه ولا والدول شاركتوا فيه وشاركنا في كل يعني احنا تقريبا شاركنا في حاجه بتاع 27 دوله يعني ما ما ما, ما برغم أن الاتحاد هو بعمر الزمن صغير لكن ده افتكر ده أول اتحاد في السودان في فترة وجيزة جدا يتأسس الاتحاد ويشارك في الألعاب الأولمبية. احنا في 2020 في الألعاب الأولمبية في طوكيو في اليابان المشاركات بتاعت السودان افتكر كانت زي أربع مناشط من ضمنها منشط التجديف ومنشط التجديف شاركنا بمجدفة افتكرت الحكاية ابسط جدا نعم فشاركنا بمجدفة وكان أداها ممتاز جدا وعكست صورة عن السودان بصورة ممتازة جدا وعكست الزي السوداني لو شفتيها تقتنع بالحكاية دي وكان الناس فدي على المستوى أما تجي على المستوى الثاني شريحة المعاقين شريحة المعاقين احنا الآن في اللحظة اللي احنا فيها دي عندنا واحد من المعاق في معسكر في تونس وحشارك البطولة الدولية يوم 19 هو معاق خلوا توفيق 2019 البطولة الإفريقية الحاز على الميدالية الذهبية وشارك كأس البطولة واحد اسمه عبد العزيز شريف وهو معاق سودان معاق حركيان سودانية اتولد في السودان وتربى في السودان وعاش في السودان ما عاش في أمريكا ولا عاش في أي حتة تاني رغم من الإمكانيات البسيطة هو أول إفريقي الآن يعني فلذلك احنا بفتكر احنا مش تحفيز كبير على حتى على مستوى الشباب وعلى تأهيل الشباب احنا عندنا خبراء اصبح احنا ما كان عندنا احنا رجعنا سنوات شويه ما عندنا حتى مش مدافع ما عندنا صابونه بتاعت مدافع الان عندنا خبراء على المستوى الاتحاد الدولي وعلى عندنا خبراء على المستوى الافريقي وكذا سواء كان من الناحيه بتاعت الاولاد ومن ناحيه البنات والا ما كان يعني لو ما كان السفارات الاجنبيه عرفت انه المستوى بتاع الاتحاد ما كان وافق وانه يكون الاحتفال بتاع 2024 يكون في اتحاد تجديف يعني نعم. وعلى فكره اتحاد المشاركه كانت في المهرجان بتاع امس كانت من 8 صباحا ل 9 ونص صباحا او من 8 ل 10 احنا استلمنا العلم بتاع البطوله من الغطر الساعه 8 نعم وسلمناه دوله اوروبيه الساعه 10 وهكذا يعني هو يعني انت بتستلمي العلم الساعه 8 بس سلمي 10 الدوله الثانيه بتستلمه 8 وبتسلمه 10 يعني احنا من استلمناه من غطر استلمته من دوله ثانيه الساعه 10 نعم غطر استلمته 8 بتوقيتها وسلمتنا اللي احنا الساعة 10 بتوقيت الساعة 8 احنا يا سلام احنا الساعة 10 سلمنا دولة أوروبية بتوقيتنا 10 لكن هي بتوقيت 8 ولذلك كل الدول بتستلم الساعة 8 صباحا بتسلم 10 بتستلموا فالتخطيط بتاع الفرنسيين تخطيط ولذلك ده مؤشر بأنه الفرنسيين حيطلعوا نسخة بتاعت ألعاب أولمبية ممتازة جدا إذا كان حتى التفاصيل الصغيرة دي هم بيهتموا بها نعم. وكل السفارات الفرنسية يعني على رأس السفارة بحضر هذه المهرجان نعم. بصلاح طيب أستاذ إبراهيم يعني وده برضو مؤشر لأنه الرقم الحالي أنت بتتحدث عنه ده جعل السودان مكانة يتمتع بها من خلال المشاركات الخارجية بصورة قيمة. طيب مدى انعكاسات هذه المشاركات على تطوير اللعبة في السودان ومواكبة للعالم الخارجي في التجديف؟ هو شوف يعني انت ما بتتطور الا اذا كان انتشرت على صحيح وما بتنتشر الا اذا كبرت الدائرة. العملية بتاعت الكنكش الشديدة دي ما بتوديك انت كل ما توسع الدائرة بتاعتك كل ما نسبة تكتسب خبرات اكثر نسبة النجاح بتاعك بتكبر كل ما يكون حولك أجيال من أعمار مختلفة يكون أنت النجاح بتاعك ولذلك عشان ما أنت تنتشر لازم يعني ما بتنتشر بدون معدات يعني صحيح. الانتشار ده ما بالتمني ولا بالأوراق اللي قاعدة قدامك الانتشار ده بالواقع الموجود يعني ولذلك احنا عايزين تنتشر دار معدات ولذلك احنا بدأنا نصنع المعدات الآن احنا جزء من المعدات كثيرة بنصنعها في السودان وفي فعاليات أقول لك أنه يعني بعض الفعاليات المرسوم بتاع المر احنا اولادنا طلعوا من الروسيرس لغايه الخرطوم ما شاء الله انت لو راكب باص تكون تعبان يعني تصل البيت عايز تستحضر اولادنا طلعوا ده تحدي كبير ده طيب اولادنا طلعوا من الخرطوم وصلوا مروي ما شاء الله يا
مثلا دي ايام انت بتكوني قاعده في المويه ايام يعني. صحيح. وكل يوم انت بتفطري في حته وبتتغدي في حته بتتعشي في حته بتبيتي في حته ثانيه. فالجهد اللي داري كبير جدا. اولادنا طلعوا من مروي وقفوا في شمال حرفه في بحيره النوبه. نعم ما شاء الله. ولاحظ الحكايه دي بيمروا على مناطق جميله بصوره مبالغ فيها. يعني مرات لو تعرض الحكايه دي بتجدد ذاتي يا استاذ عبد الرحيم روحهم على انه يجتهدوا اكثر واكثر. هي بيجتهدوا. نعم. كثير في الحكايه دي. نعم. وبتنشر اللعبه لانه واحد من المشاكل بتاعت المناشط العموميه عامه في انه الناس كانت المجتمع بينظر لها في انه دي ده منشط بتاع الناس زي ما بيقولوا الشباب الان ناس مرطبين يعني او ناس طبقه خاصه يعني. ودي جايه لانه التكوين بتاع المناشط المائيه في السودان هو خش عبر البريطانيين يعني خش في فتره الاستعمار يعني. نعم. وكان من دخلوا التجديف ودخلوا الشراع ودخلوا الحياه دي دخلوا عشان يرفعوا على الاصطاف البريطاني عشان يرفعوا على الله على 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 الجنود وكده. نعم. ولذلك الكام بيخش وكان نادي واحد فقط هو نادي النيل الازرق الزوارق اللي بيخش من السودانيين هو خريج كليه غردون يعني. ولذلك الناس كانت متوجسه بالحكايه دي. احنا من جينا فتحنا البيبان تماما وخلينا الاولاد ذاتهم بتاعنا الغرى والارياف والحكايه يشاركوا الحكايه دي. وبالتالي انت من تجي الحاجه ولا تجي تشوف بنتها ولا جوا المويه خلاص الحاجز انكسر. نعم نحن موعودين معك انا ومحمود انه نجي نسجل معك ان شاء الله يا استاذ عبد الرحيم. هو قبل قال الناس الطوال شكله انا مرفوضه انا لايق على المدرسه. نحن سعدنا بك والله جدا استاذ عبد الرحيم وان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى ونحدث اكثر ونسلط الضوء كمان اكثر واكثر عن رياضه التجديف. شكرا لك كثير استاذ عبد الرحيم. بارك الله فيك. والله احنا يمكن من الحاجات المحتاجين لها جدا للاعلام يعني. وما في ما في ما في منشط بينتشر. نعم. ولا في ايا كان العمل بمعزل عن الاعلام الايجابي ما نحن واقفين معكم ان شاء الله. مرحبا بكم ان شاء الله. شكرا لك كثير. حنمشي نجدف حاسبغي لك. اكيد مشاهدينا احنا متواصلين معكم فاصل ونجرى دوري.